سادتي سادتي خالص تحياتنا التي لا تعد ولا تحصى وإليكم العناوين. طرح السلع الأجنبية في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل 20%. تركيا تحقق بإغراق أسواقها بأجهزة تقييف مصرية بقطع غيار صينية. أم تربط ابنها بشجرة في الصين. تفاصيل الأخبار بعد الفاصل. تفاصيل الأخبار. صرح سيادة وزير الاستثمار محمود محي الدين أنه قد تقرر طرح السلع الأجنبية في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل 20% عن مثيلتها في السوق، وذلك تخفيفا للأعباء عن كاهل المواطنين في رمضان. يا جماله، جاهزة؟ جاهزة يا أهلوية يا زملكاوية. إيش معنى؟ شجعوا المجمعات الاستهلاكية. يا دلع يا دلع. إيش معنى؟ الله، هو كل دي سلع 20% أقل من السوق؟ مش معنى هو الواحد يجرب ويدوق. يا محي الدين يا عظمة يا دكتور، مش معنى تقبل عظمتي على الفطور. أعلنت تركيا عن بدء التحقيق في إغراق أسواقها بمنتجات تكييف مستوردة من مصر ومصنعة من قطع غيار صينية المنشأ، مما يحرمها من التمتع بالإعفاءات الواردة في اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين. جاهزة؟ جاهزة. شكلي يا بنت تركيا. إيش معنى؟ بس أنا مكوناتي مصرية. أقوم بعملية إحماء. إيش معنى؟ علشان أستمتع بالإعفاء. أنا بقى كشف الموضوع. إيش معنى؟ أصلي بلعب في الممنوع. إلى المرة في مدينة كونزهو لمقاطعة فوجيان الصينية عند رؤية طفل في الخامسة من العمر مربوطا بشجرة. وذكرت صحيفة تشاينا ديلي الصينية أن بعد المرة قرروا التحقيق في الموضوع واكتشفوا أن والدة الصبي التي تكنس الشوارع تربط ابنها بالشجرة حتى لا يضيع فيما تعمل. جاهزة؟ جاهزة. هربط ديكي في الميدان. إيش معنى؟ حتى لا يذهب أي مكان. شنج شنج إيه أهوه. إيش معنى؟ حاول يزوغ مني وسكوه. هخليه يصرخ ويقول